انا في جدوخه شويه ولا النص ديالو ما كيحش بيه شويه على شويه ديالنا صيفطنا لنا الميريزغو خرجوا لنا الدواء داك الدواء اللي خرجوا لنا جا الشلل هذا هو المشكل خويا اش غنقول لك كانت عنده السخانه كان ديما السخانه عنده ملي كان صغير هي اللي خلات لي هذا المرض ايوا الحمد لله هذا الشيء هو اللي كاين كنطلب منك الاخوان الله يخليكم الله يجازيكم بخير ساعدوني على هذا الولد هذا راه عندي هو ربي هو اللي كنتمنى فيه الامل وكنا ويا غادي يخدم زعما ويعاوننا وكنترجاو الله ولكن الغالب الله صابوا المرض ما تلاش قاد يتحرك الدواء شويه غالي خرجوا لنا الدواء ديال المنيول الشهر ما قديناش عليه وخرجوا لنا الدواء ديال المنيول ما صنا باش نشريوه هذا هو المشكل الله يرحم والديكم باش ما كان ساعدونا بالنسبة لزهير نعيم تعرفت عليه عن طريق واحد الصديقة في مدينة سطات اللي هي سناء الإدريسي اللي كانت كتقرا معاه في الكلية وكنت قمت بزيارة معها كصلة الرحيم باش نزوروا الأخ نعيم زهير لأنه كيعاني من مرض من واحد الشلل دماغي من واحد التهاب دماغي اللي تسبب ليه في شلل نصفي وهذا الشلل يعني أقعد على إثره منذ 2015 ياك الأخ زهير منذ 2015 المشكل اللي كاين الإشكال اللي كاين هو في المصاريف ديال الدواء اللي هي باهظة الثمن يعني كانوا خرجوا ليه في الأول أمر أدوية يعني ما يقارب قد جوج المليون شهريا من بعد قلصوا ليه مليون الشهر يعني الاخ زهير بالنسبه للعائله ديالو بالنسبه للاب ديالو والام ديالو يعني ما عندهمش دخل قار باش المصاريف اللي باش يجاريوا المصاريف ديال الحاله ديالو الصحيه اللي اصبحت تتدهور يوما عن يوم شهرا عن شهر بفعل عدم يعني ما بقاش كي يدير الدواء ديالو بسبب ان المصاريف ما كايناش يعني ما كاينش ما بقاش كيتبع ياك الاخ زهير ما بقاش كيتبع المصاريف ديالو ديال الدواء وبالتالي حنا الاخ زهير صديق ديالنا واخ ديالنا وحنا من هذا المنبر كنناشد يعني نناشد وزاره الصحه بالتدخل العاجل والفوري لمثل هذه الحالات لان هذا السيد هذا ما عندوش مصاريف الدواء واش غنبقاو نشوفو فيه وكنتفرجو فيه والام ديالو تبقى تشوف فيه وكتفرج فيه الاب ديالو كيشوف فيه وكيتفرج فيه هو مسكين كان شاب طموح كان عنده واحد المستقبل كان عنده كان يعني كيبني المستقبل ديالو ان شاء الله ولكن شاءت الاقدار باش يكون طارح الفراش نتيجه مرض مفاجئ ممكن اي انسان يتصاب فيه لكن المشكل فين كاين هو مصاريف الدواء الباهظه الثمن وبالتالي نحن نناشد كذلك يعني السلطات المحلية وزارة الصحة مندوبية الصحة بسطات نناشد كذلك عامل عمالة إقليم سطات نناشد كذلك وزير الصحة اللي خص هاد السيد ما خصوش يضيع ما خصوش أنه دابا ما كيستعملش الدواء دابا الحالة ديالو الصحية تتدهور يوما عن يوم وبالتالي لازم الوقوف مع
زهير نعيم، الشاب اللي كان طموح، اللي عنده ما كيتجاوز السن ديالو 26 سنه، عنده يعني تقريبا دوزيام في لافاك، شاءت الاقدار باش يكون طارح الفراش، لكن القدر، حنا ماشي ضد القدر، ولكن حنا مع المساعده، مع يعني خصو يتمكن باش يحصل على هذا الدواء هذا اللي هو تقريبا واحد الدواء اللي كيساوي واحد المبلغ ديال هاد الدواء، راه ديال الدواء، هاد الدواء هذا اللي كي المبلغ ديالو اللي تقريبا 195,000 ريال، 195,000 ريال شهريا. حنا كنطالبوا يعني من جميع القوى الحيه، ومن جميع من المجتمع المدني، من الناس المحسنين، من وزاره الصحه اللي كذلك اللي خصها حتى هي تكون مسؤوله على هاد، لان هاد الادويه ما عندوش باش يشريها، وكيبقى الامال يعني موقوف على 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 هاد الادويه هذه، وموره ما عندهاش دخل، بوها ما عندوش دخل. وحنا كاصدقاء ديالو راه جينا في زياره، وجينا في زياره مع الاخوان ديالنا اللي قاموا بزياره اليوم، وكنتمنوا للسي زهير الشفاء ان شاء الله العاجل، وكنتمنوا هذا النداء ديالنا يوصل ان شاء الله للمسؤولين المحليين. الاخ زهير، اللي عندك ما تضيف على هذا الكلام اللي قلت لك؟ دابا انا ما بغيت والو، بغيت غير الدواء، غندير الدواء نصح نتمشى ان شاء الله. دابا الاخ زهير باش للاضافه، ان الاخ زهير كيسكن بدوار المزارعه، دوار المزارعه جماعه ولا الصباح قديم برشيد عامل الصطات، هادشي اللي كاين. كنتمناو ان شاء الله النداء يوصل للمسؤولين المحليين ووزاره الصحه، خاصه وزاره الصحه، لان خاصها تلقى حل عاجل لهذ الحاله الصحيه. حنا بالفعل راه دار تحاليل، دار عدد كبير من التحاليل، يعني العائله ديالو يعني ما صبحش عندها باش تصرف عليه، يعني باعوا داكشي اللي عندهم، باعوا كلشي داروه، ولكن في الاخير الدواء قلصوه لهم، كان جوج المليون تقلصوا واحد البواطه ديال مليون، قال 5000 ريال. وبالتالي فوزاره الصحه مطالبه بالتدخل العاجل عن طريق يعني هما، يعني الحق في الصحة لا بد، الحق في الصحة من حقوق الإنسان، لا بد وزارة الصحة باش تدخل في هذا الموضوع وتوجد واحد الحل اللي تخلي السي زهير نعيم يعيش على واحد الأمال ديال إن شاء الله، ديال باش يلقى العافية ديالو إن شاء الله، والله كبير سبحانه وتعالى، وتحية.